سماح الخفاش مشاركة في معرض جمعية الإمارات للتصوير الضوئي ضمن مهرجان إكسبوجر في دورته الخامسة لهذه السنة. طبعاً إكسبوجر بالنسبة لنا كمصورين هو محطة مهمة، في كل عام بيكون هو مثل بوصلة للمصورين حتى يجتمعوا فيها لما فيه من الزخم البصري والفكري والفني من خلال المعارض والورش والندوات المختلفة. العام المشارك فيه لهذا العام هو نصب المخطوطة المقام أمام بيت الحكمة في الشارقة. الحمد لله تم اختيار هذا العمل هاي السنة كغلاف لكتاب المعرض. أتقدم لإدارة الجمعية بالشكر على هذا الاختيار طبعاً.